يعني دربي كل دربي عنده الشارم ديالو يعني النكهه تاع مباراه الدربي، وخاصه كيف يبدا الجمهور كبير الطرفين منا ومن فهمت هذاك اللي يعطي اكثر مع تناخو. لكن المباراه ديما تقعد مباراه كره قدم في ملعب نفس الملعب نفس الجازون معناتها نفس الكره حكم معناتها ما يتغير والو حتى في مباراه الدربي. اهم شيء عمري انا في حياتي كامله عمري ما كبرت مباراه الدربي، ويعلم الله ما لعبت مئات الدربيات ما قلقنيش الدربي، بالعكس معناتها نقص من الشحنه نتاع اللاعبين، لان نعرف اللاعبين يعني كسوا منا او منا باش يكونوا مشحونين اكثر من اللازم، ففي العكس معناتها كالمدرب ولا مسيرين ضروري ينقصوا الشحنه وتعصب وفتو ومباراة مصيرية ومباراة حياة أو موت، هذا كل كلام فاضي أنا ما نأمنش به وعمري ما أمنت به وعمري ما حكيت به مع اللعيبة، حتى دابا كنت نحكي معهم على أنها مباراة عادية، مباراة بطولة، مباراة دي تروا بوان، سيتو با بلوس كو سا، فهمتي، ولازمنا نجونو نلعبوا معناتها الفالور ديالنا. بالنسبة لي زي ما قلت في الندوة الصحفية الجمهور عبر عن غضب الغضب ديالو معناتها من الاشياء اللي موجوده، معناتها لان حسب رايي الملعب مش يتسكر معناتها في فتره صعبه وفتره معناتها، لان يسوى الرجاء يسوى الوداد معناتها اكبر جمعيات موجودين هنا في المغرب واكبر جمهور واكبر عدد جماهيري موجود عند الفرق، وتعرف اللي عندهم بطوله افريقيه معناتها الشامبيونز ليغ ولا معناتها الكاف موجودين، فالجمهور معناتها عنصر وعنصر هام معناتها في اداء اللاعبين ورونق كرة القدم، لان نعتبر كرة القدم معناتها سبيكتاكل ماهيش لعبة معناتها تشوف العالم اجمع معناتها كيما التياتر ولا كيما السينما يجي باش يتمتع بالكرة فهمتي، فنحرموهم من هذا معناتها امور صعبة جدا فهمتي، لا ومن حق الجمهور باش يحتج فهمتي احتجاج سلمي طبيعي فهمتي، ومشكورين معناتها بالعكس معناتها بصفة حضارية الاحتجاج حضاري معناتها حاجة إيجابية جدا. بالنسبة لي ما المباراة معناتها كانت تنجم تكون لصالحنا، لكن اللاعبين أداوا عليهم، لكن معناتها فما قوة خارقة خلتناش نفوز وناخذوا 3 نقاط، ما نقدروا نعملوا ولا شيء، لازمنا نكونوا راضيين نتحملوا القرارات. والله ميركاتو انا با غران شوز بور لو مومون، ما نعرفش ما نعرفش يمكن معناتها الميركاتو المضروري معناتها اي فريق مهما يكون قوتك تشوف في جميع انحاء العالم سواء الفرق الكبرى كل يخموا تعزيز الفريق مهما يكون المجموعه اللي تكون موجوده، المره لو نعزوا الفريق بعنصر او اثنين فهي حبذا حاجه ايجابيه، إذا ما عززناش ما عززناش. أنا كما قلتها مرة معناتها نحتاج معناتها أي لاعب ممتاز خاصة في الخطوط الأمامية. ما يهمش معناتها يكون مهاجم أو يلعب على اليمين أو على الشمال أو في الوسط من دين، لكن أقرب للهجوم فحبذا معناتها من ناحية الدفاع ما كانش مشكل، عمري ما فكرت باش انتداب مدافع.